السلام عليكم الإخوة الكرام، الله يجازيكم بخير. قبل ما تعلموا ولادكم اللغات الأجنبية والثقافات الغربية ويعني والموضات الغربية، علموا ولادكم التربية وحسن الخلق. قبل ما تبقى تبجغط وتهضر بالفرنسي وتبان على أنك إنسان مثقف وواعي، وتعلم من ولادك كذلك هذا الشيء، هذا علموا التربية، علموا الأخلاق. قصة بسيطة وقعت لي أنا شخصيا. كنت في واحد المحل تجاري من المحلات الكبيرة ديال المغرب، كنشري شي حاجة، هزيت واحد الملقاط كنهزت شي حاجة، جا واحد الولد في عمره 10 سنين 11 عام 12 عام غير هيدا، سيب بغى يحيد لي ديك الملقاط من يدي وباش يهز هو اللي خصو، وكيهضر مع باه بالفرنسية. بقيت كنشوف دفعني هيدا، بقيت مستغرب، درت وكيهضر مع باه بالفرنسية. قلت لديك الأب ديالو أنت الوالد ديالك هذا؟ قال لي آه وي. قلت له قبل ما تعلموا اللغة الفرنسية علموا الآداب والأخلاق وكيفاش يحترم النوبة وكيفاش يحترم الناس اللي كبار منه. شحال من واحد كتلقى كيدي معه وليداته، إما يديهم من شي محل ولا شي حاجة كيطلقوا ميغوتو وكذا، محل تجاري أو أو مطعم أو قهوة، كيعملوا فوضى. قبل ما تعلموا وليداتكم الفخم يعني الكبرياء وديك الشيء، علمهم التربية. التربية هي أهم حاجة من هادشي كامل. إذا علمتوا ولادكم التربية الحقيقية دي الآداب والأخلاق واحترام الناس، غادي تكونوا ربيتوا جيل مزيان، ما بقاتش في المظاهر الخداعة، بقات في التربية باش يقولوا ولد فلان الله يعمره سلعة، ما يقولوش ولد فلان الله يخليها سلعة. والسلام عليكم ورحمة الله.